أنا مشاهدة أكثر الأهداف في هذه التظاهرة. يتلقى اللقاء الآن بين المنتخب البرازيلي والمنتخب بلغة أكثر قوة. الآن أصبحت لين أكثر، يعني خاصة مع كاكا مع رونالدينو، كرة طيبة لفئة المنتخب البرازيلي وانطلاقة لروبينو والإيلانو. إيلانو مراوغة من إيلانو، إيلانو أولى وثانية، وإيلانو التسديدة والتسديد والهدف. هذا البرازيل الذي متعنا وأعطانا الكثير والكثير من المتعة والأهداف. ثم جاء برازيل، برازيل فالكاو، برازيل سيريزو، برازيل زيكو تحت قيادة سانتانا. كرة طيبة لفائدة منتخب المكسيكو، مازال يراوغ مازال يراوغ، والتدخل من خاصة مايكون، وهذه كرة من مايكون لفائدة دييغو ومع ماركيز. دييغو وماركيز يتدخل، ثم يأتي مايكون وكرة تقول ركنية لفائدة المنتخب البرازيلي. إعادة لكرة ممتازة من دييغو، تدخل المنتخب البرازيلي. طبعا آخر كأس آخر كأس عالم كانت لدونجا كانت 98 في الستاد دو فرنسا من المنتخب الفرنسي، وانطلاقة طيبة والمهراوة الأولى والثانية، ومرة تصطدم بلستوني حارس روما الإيطالي، ومرة أخرى محاولة لفائدة جيلبرتو مرفي فراغات. المباراة ليست سهلة لا المنتخب البرازيلي طبعا ولا المنتخب المكسيكي طبعا ولا المتفوت في الدفاع المنتخب البرازيلي، ويستغل ربما تقدم أكثر مايكون في المنتخب البرازيلي على الجهة اليمنى، وطيبة من مايكون. مايكون والتمريرة، لكن تعادل 0-0 بين الفريقين. يعني بالنسبة للتشكيلة يعلن عن التشكيلة ثم يتم التغيير في آخر لحظة. بالنسبة للتشكيلات يعني بالنسبة لكوبا أمريكا دائما هي نفس، ولو أنه في هذه الكوبا الأمريكا في تحسن كبير على مستوى المعلومات. وممتازة جدا، ممتازة جدا من روبينو. روبينو لاعب سانتوس البرازيلي، سابقا لاعب ريال مدريد، والقفزة رائعة من روبينو. محاصرة تقليدية كرة لكنها مقطوعة عن طريق أليكس. من جديد كرة طيبة ومراوغة ممتازة، بعد الفاول ممتاز جدا ناري بالنسبة لهذه المباراة. لكن جاء هدف المكسيك. الكرات في العمق وطلب الكرة من طرف ناري كاستيليو، ومراوغة والتسديدة من الحارس أوشو إعاد. ممتازة المراوغة أمام مايكون لاعب الانتر، ثم خروج الحارس. لما يخرج اول ما رفع ناري كاستيليو الكره بمايكون، ربما في وقتها كان يخرج، في وقتها كان يحل المشكل وينتهي الموضوع، لكن هو انتظر ناري كاستيليو ان يسدد. لما يسدد ناري كان رائع في فنياته، في سرعته، وفي اناقته في هذه الكره الاخيره. وطبعا الموسيقى المكسيكية تتفاعل مع هذه المباراة. دييغو انطلاق عن طريق فاغنر لوغ. روبينو 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 مع دييغو او مع ايلانو، مع ايلانو الان. دييغو ايلانو التمرير والكرة لفائدة ناري كاستيليو. ناري كاستيليو ناري كاستيليو مراوغة أولى وثانية ويتوغل، وناري كاستيليو والركنية ربما لفائدة المنتخب المكسيكي. تشكيلة المنتخب البرازيلي على كل ينطلق الشوط الثاني الآن بين المنتخب البرازيلي والمنتخب. حماس خاص، إثارة خاصة للكوبا أمريكا. أندرسون تغطية ممتازة على الكرة مع أندرسون، وتقدم من أندرسون، ما زالت كرة لفائدة أندرسون في لاس لينكس في النمسا، بل نتحدث عنه في الريال مدريد. ناري كاستيليو ناري كاستيليو ناري كاستيليو ناري كاستيليو، والكرة ما زالت خطيرة، ما زالت خطيرة. المكسيكي في وسط الميدان، روبينو وانطلاق اخرى لروبينو. اندرسون اندرسون في اتجاه ما يكون، لو مرت كانت تجربه، ربما تم تزكيه دونجا من طرف يعني زاجالو او كارلوس البرتو بيريرا. اندرسون
أندرسون وروبينو تسديدة والجيل إلى جيلبرتو. جيلبرتو سيلفا. جيلبرتو سيلفا في اتجاه جيلبرتو ماركيز بأناقة كبيرة. الكرة كانت لفائدة ناري كاستيلو والإبعاد الكرة وروبينو مراوغة ممتازة 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 لفائدة روبينو وانطلاقة لفائدة أندرسون. أندرسون وفي أفونسو. أفونسو والحارس والحارس كرة لفائدة مايكون. مايكون 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 في اتجاه افونسو. لو مر في اللعب في تغيير وهذا هو المطلوب من طرف المنتخب البرازيلي. ومراوغه ممتازه من روبينو وروبينو روبينو روبينو وثالث المراوغه اندرسون لا يخلي كره لفائده روبينو تعود الى روبينو. تيكي سريعه اعاده لهذه الكره. روبينو ممتاز جدا روبينو. ماركيز كان معاه يعني ليس اي مدافع يعني المراوغه من اروع ما يكون. هذه العمليه التي اعطت تسديده على الطاير لمايكون والحكون جيلبرتو سيلفا تبديل كامل للعب. روبينو يعود على الجهه اليسرى. روبينو وينطلق يعود على الجهه اليسرى وينطلق وفي اندرسون تليق. اندرسون يحضر ربما التسديد لتبديل اللعب لفائدة روبينو. مرفوعة من روبينو 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 روبينو, روبينو والافونسو الآن يدخل في مناطق المنتخب المكسيكي. روبينو روبينو ما زالت كرة لفائدة روبينو ممتازة من روبينو والعارضة والعارضة من روبينو. المراوغة ثم التقدم والتسديد. الدفاع كان ينتظر في الكرة مرفوعة. الدفاع كان ينتظر في تمريرة إعادة لهذه الكرة. تسديد مباشرة من زاوية مستحيلة. دوني والكرة تعود لفائدة المنتخب البرازيلي. روبينو روبينو والمراوغة من روبينو ممكن يتحملها الحارس والانطلاقة طيبة. دانيال ألفيس تسديدة والحارس كييرمو مرة أخرى يتصدى ومرة أخرى يتصدى التي مر بها المنتخب المكسيكي في الفترة الأخيرة إلى غير ذلك وخسارة لاعب وفرصة هدف ثالث والانطلاقة وناري كاستيليو وناري كاستيليو والكرة تضيع. كرة هدف ثالث تضيع على كاسترو ولا كاستيليو. كرة لا ناري كاستيليو هو فعلا يضيع فرصة لفائدة المنتخب المكسيكي. يعاد مرة أخرى وبإضاعة هذه الفرصة ينتهي هذا اللقاء بتفوق المنتخب المكسيكي على المنتخب البرازيلي هدفين مقابل لا شيء.